قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا ولد له ولا والد له ولا زوج له أحد في ذاته وفي صفاته وأسمائه وأفعاله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين وقدوة المحققين وقائد الغر الميامين وسيد النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة الطاهرة قناة الرحمة أسأله سبحانه كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقابته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وسلم دروس جديدة في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب مفيد سديد ولم لا والسائل هو جبريل والمجيب والمعلم هو النبي الجليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولازلنا بحول الله وطوله مع مقدمة هذا الحديث الجليل المبارك الذي رواه الإمام البخاري مختصرا ورواه الإمام مسلم بطوله ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الإمام مسلم حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن بينادي على عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله وذكر من شأنهم
ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي لا يعلمه الله إلا إذا وقع وحدث. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني هذا السائل الكريم، فلبثت مليا، يعني عمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أحبتي في الله، لازلنا للحلقة السادسة على التوالي بتوفيق الله وفضله ومدده مع هاتين الكلمتين الجليلتين: حدثني أبي. ففي هاتين الكلمتين منهج